السلام عليكم، ايش حالكم يا حلوات؟ انا سمية حارب، بيوتي بلوجر من الامارات دبي. حياكم الله على قناتي على اليوتيوب. فيديو اليوم بيكون عن مفضلاتي لشهر فبراير 2016، او اكثر المنتجات اللي استخدمتها في هالشهر. هاي المرة كل المنتجات مو جديدة، يعني مستخدمتها من قبل، بس استخدمتها بكثرة في هالشهر، فتعالوا وياي اراويكم هالمنتجات. اول منتج باليت وايد حلوه من سوس بوكس، اسمها الباليت ايتود. غير عن ان الباكج مالها ظريف، الاي شادوات نفسها وايد حلوه، كلها مات، وتلاحظون حجم البان كبير. هالباليت استخدمها ولا بروحها او بالاضافه لباليتات ثانيه، خصوصا يوم احط يعني اي شادوات فيها شمر او لمعه، احب استخدم هاي الاي شادوات لانها مات فتوازن اللوك نفسه. الباليت هذه كنت طالبتها من موقع ليلام.اي. ثاني منتج غسول للوجه، شي شكله هذا اظن شد خدت من علبة قبل او علبتين، والله مو متذكرة، من كثر ما ان هالغسول ناسبني. كانت وصفت لي يا الدكتورة استخدم الصبح وفي الليل، ينظف البشرة عدل لكن ما يجففها تماما، ويساعد على تخفيف الحبوب. هاللي لاحظته مثل ما قلت لكم ما يجفف البشرة، ولان بشرتي حساسة ناسبني. عادة اخذه من الصيدلية. وهالايلينر الحلو من ماركة فلورا مار، الماركة التركية، شي شكله، فرشاته وايد وايد، فرشاته رفيعة، هاللي عيبني فيها لانها وايد سهلة في رسمة الايلينر. سواده حلو، خلاص من ينشف يتم ثابت، يعني ما اعرف هالحلو فيه، من الدراج ستور بعد سعره وايد زين. انا اخذ ماركة فلورا مار من بوث في الاتحاد مول، وبعد عندهم محل في دبي مول. فيس باودر من برجوا اسمها سلك اديشن، وايد حلوة هاي البودرة، خفيفة على البشرة، ما تعطيها الشكل المغبر على البشرة لكنها ثابتة. احب استخدمها فوق بيبي كريم او فاونديشن الكفرج مال لايت، لان هي فيها كفرج، او مرات استخدمها بروحها كونسيلر واحطها على كامل البشرة. احس انها تناسب كل تقريبا انواع البشرات، ما عدا البشرة اللي وايد جافة. بشكل عام البشرات الجافة من وجهة نظري الاحسن هم يبتعدون عن البودرات. بودرة سلك اديشن من بوجوا، هذه موجودة في بوتس وسنتر بوينت. زبدة الشيا من 202 غاردينيا رود، وايد وايد احبها هاي الماركة، ماركة اماراتية هاند ميد، منتجاتهم وايد حلوة. جربت من عندهم الصنفرات، الصوابين والشيا باتر. ميزة هاي الشيا باتر انها طبيعية، ما فيها ريحة، ترطب الأماكن الجافة على اليلد، خصوصا نحن كنا يعني تقريبا خالصين الحين موسم الشتاء، وايد اليلد ينشف، فهذه ممتازة، مو بوايد ثقيلة، يعني بس أحطها على اليلد على طول الذوب ويمتصها اليلد. ماركة 202 غاردينيا رود عندهم موقع أو أطلبهم من الإنستغرام. بلاش ماركة فيرو روشي 03 رقم البلاش، شي لونه كورال حلو. هالبلاش وايد بيجمنتد، فلازم احاسب يوم احطه بايد خفيفة اوزع على الخدود، ثابت طول اليوم، وحجم العلبة كبير، يعني احس هالبلاش يتم فترة طويلة. وكنت طالبتنه من تاجرة على الانستغرام. ليكويد فاونديشن من ميك اب ستور، هالماركة فتحت عندنا من فترة، لهم محل في سوق البحار في الداون تاون. دخلت مرة واشتريت من عندهم مجموعة اشياء، في اشياء ناسبتني واشياء لا، لكن هالليكويد فاونديشن وايد حبيته، تغطيته من ميديوم الى فول كفرج، ثابت، بشرتي عادية الى مختلطة، هذا يناسبني، ما حسست منه. وعندهم درجات وايدة، عطر انواه من توم فورد جميل هالعطر، وايد عايبني. هذا الحجم الصغير 50، عندي من الكبير، وعندي بعد البادي لوشن، خذته من بوتيك توم فورد في دبي مول. ميزة هالعطر دافي، مركز، ما تحتاج انه وايد، يثبت فترة طويلة، وهو اصلا سواه يونيسكس، يعني يناسب الرجال والنساء. واخر شيء روج من ريميل من مجموعة كيت موس، رقمه 105، هذا اللون نود،
عجيب وايد حلو. هذه هي درجاتي. هذا الروج في ترطيب ما يجفف الشفايف. اللون عملي يمشي اي لوك ممكن اسوي. هذا دائما يكون في شنطتي يوم احب اني اغير الروج اللي حاطتنه او مو بعارفه اي روج ابى احط، على طول اسير هذا. وهذا موجود في السنتر بوينت وفي صيدليات بوتس. وهذه كانت يا حلوات مفضلات شهر فبراير 2016. ان شاء الله استفدتوا من هالفيديو، ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار، وبعد السبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ينزل على قناتي. مع السلامة.